من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا تقليد في أصول الدين، لا تقليد في العقائد. أمور لا ترضي الطائفي والتكفيري من كل المذاهب، لكنها توافق واقع وسطية الدين والضمير والأخلاق. المحسن والباب والإسقاط بين الحقيقة والخرافة والسياسة. الحديث طويل عن المحسن بن أمير المؤمنين عليه السلام، فهو بين من ينكر وجوده أصلاً وبين من يقول بولادته ووفاته في حياة جده رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فإثبات كونه سقطاً يحتاج للكثير من المؤونة ولا يثبت. وأكتفي ببعض الإشارات. عمر صهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حفصة أم كلثوم، فاطمة عليهن السلام، أليف في سنة 2 للهجرة أو قبلها، وعلى منهج المودة بالقربى والارتباط سببا ونسبا وصهرا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سعى سيدنا عمر رضي الله عنه لمصاهرة الرسول الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم، فخطب فاطمة الزهراء عليها السلام، لكن شاء الله أن يتزوج أم كلثوم ابنة فاطمة عليهما السلام بعد حين. باء في سنة 3 للهجرة بعد استشهاد زوج حفصة رضي الله عنهما، عرض أبوها عمر رضي الله عنه تزويجها على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، ثم ذهب مهموما مكسور الخاطر لرسول الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام، شاكيا رفضهما التزويج. فلم يتأخر الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في كشف كربه وإزالة همه، فعلى الفور قد خطب عليه وعلى آله الصلاة والسلام أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، فتشرف ابن الخطاب رضي الله عنه بالمصاهرة المباركة. جيم صدق النية والإخلاص ساق لابن الخطاب رضي الله عنه رزقا وتشريفا لم يخطر بباله، فصار صهرا للصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه، من خلال أمنا حفصة رضي الله عنها، ثم من خلال أم كلثوم بدل أمها فاطمة عليهما السلام، حيث حقق الإمام علي عليه السلام للخليفة عمر رضي الله عنه أمنيته بعد 17 عاما تقريبا. دال عن أبي هريرة قال عمر رضي الله عنه: لقد أعطي علي بن أبي طالب 3 خصال، لأن تكون لي خصلة منها أحب إلي من حمر النعم. قيل: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال رضي الله عنه: تزويجه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسكنه المسجد، والراية يوم خيبر. ها لله درك يا عمر، لقد أخلصت وصدقت وطلبت وصبرت ونلت، وصرت صهرا لفاطمة وصهرا لعلي وصهرا للنبي عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام. واو تصاهر مؤكد وعلاقة عائلية موثقة وسيرة ودية حسنة لا يصمد أمامها أباطيل العصر، وإسقاط المحسن والمسمار. وللكلام بقية. الصرخي الحسني.